زياد، انت عندك سبونسر برضو ولا محترف لا بره؟ لا، محترف انا بره سلب، انا زيرو سبونسر، بس، يعني عادي ان انت انا محترف زيرو بره سبونسر. دوت ما يتعرضش ان انت ممكن يجي لك لا سبونسر، انا صح؟ مش محترف بره، انا كنت يعني كنت بلعب باسم جامعه بره فتره، وبلعب باسم منتخب مصر طول عمري. يعني احنا عندنا الاحتراف مش احتراف نوادي اكيد بره اكيد. وكوره، لا انا احترفت بس في جامعه، يعني العب دوري جامعات لدراسه يعني، بس مش احتراف مادي او احتراف، لا لا خالص. احنا زيرو سيلف، يعني سيلف سبونسر، زيرو سبونسرز. بس يعني فالحمد اتمنى، لله. يعني اتمنى الناس تبقى شايفه، يعني اعتقد انت برضو يعني من خام الحمد وشهادتي لله. وانا قليل الخبره، لكن مشروع والله برضو طبعا محمد عامر اكيد، فان هو يعني الحته اللي مشاركتين عامر قايلها لك، اولمبيتين. اللي انا اوصل لدرجه اللي انا مش متفرغ. ناعي هم حاجه، متفرغ ومش ناعي هم انا ايه. هو كابتن شريف عارف يعني، انا برضو بنقعد بنقعد كنا عشان فرق التوقيت والجامعه، كنت بقعد اذاكر لحد الساعه 2 الصبح وكده، عشان واصحى الصبح الساعه 9 عشان التمرين، لان انا برضو ما جامعه، ما انا جامعه هي هتكفر، ما انا ما اقدرش اكفر ثمن الجامعه. فكل دي حاجات لازم نخلي بالنا، التانيين ما عندهمش الكلام ده، التانيين هو بينام بدري بيصحى بدري تمرينه، فالحته دي طبعا بتفرق. خليني اقول لك، انا حاولت كتير يبقى عندي سبونسر، يعني حاولت كتير قوي قوي، وكلمت ناس كتير قوي وبعت لشركات، بس يعني طبعا يا اما 90% مش بيردوا خالص، يا اما وال 10% لما بيردوا بيبقى الموضوع يعني مضحك. يعني انا شركه اكس قالت لي خلاص لما ننزل منتجات العصير الجديد احنا بعت لك علبتين عصير، لا قلت له خليها لا شكرا لك، لا جدا، خليها لك. قلت له متشكر جدا على علبتين العصير، يعني مش عايزهم بقى العصير، ومش عايزهم لا شكرا يعني. فالموضوع للدرجات دي مضحك، فاهم؟ هو يعني وانت برضو ات ذا سيم تايم انت عايز تفوكس قوي على التمرين، ومش عايز تشتغل ومش عايز تعمل اي حاجه، وات ذا سيم تايم برضو انت في دماغك وراك الاستريس اللي هو طيب واتس نكست، طب انا اول ما الاولمبيكس تخلص، طب انا ايه، طب انا حياتي ايه، طب انا هجيب فلوس منين، طب انا هشتغل ازاي، طب انا هحضر. وبرضه انت كل ما بتقعد فتره عشان تقدم على شغل وكده، وبتقعد فتره من غير شغل، بالنسبه للشركات برضه الشركه بالنسبه لها طبعا انت اولمبيان دي حاجه حلوه، بس هو بالنسبه له شغله اهم. يعني هو انت قاعد مثلا سنتين ما بتشتغلش بعد الجامعه او حاجه، فانت لا، وعايز واحد فريش جرادويت يعني لسه متخرج والمعلومات حاضره معاه، فدي تبقى مشكله يعني. بس اوفر اول الحمد لله، وام جلاد وي ديد ات يعني كده، عشان احنا وي ايبل احنا وتساب سبونسر ومساعد الاتحاد اللي هو سفرات المنتخب وكده، الحمد لله قدر نوصل للنتائج دي، وده حاجه حلوه. واخر حاجه زي ما عامر قال، الواحد مش عايز شركه تدي له مثلا مبلغ اكس في الشهر او مبلغ اكس في السنه وخلاص، هو عايز واحد he believes in you، هو عايز واحد. انا بحس اللي هي انت مش ناجح لما تاخد حد ناجح وهو يبقى ناجح، لا بالظبط انت كده. تبدا المشوار من الاول، تاخده من تحت وتشتغلوا مع بعض، وتبقى معاه في الداونز اكتر من الابس، عشان ربنا يكرمه ويوصل. ساعتها هو he's gonna really appreciate، هيقدر قوي اللي انت عملته ليه. و that's what we're looking for. We're looking for a family that believes in us that can let us reach further، and ان شاء الله نوصل للدريم يعني الاولمبيك ميدال.